شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على دور الإدارة القانونية ببلدية الكويت. وجاء تصريح الوزير الجبري خلال افتتاحه المبنى الجديد للإدارة القانونية، والذي جاء بعد انتظار دام لعدة سنوات وشكل ثمرة تعاون لعدة أطراف. بفضل الله اليوم تم افتتاح مبنى الإدارة القانونية الجديد، وهو دعم منا للإخوان في الإدارة القانونية اللي قعد هذا المبنى لسنوات ما تم يعني افتتاحه، ولكن حرصنا أن يتم بالفعل افتتاحه، وهذا ثمرة تعاون الجميع. اليوم الإنجاز لا يحسب للوزير فقط، إنما للوزير وللمدير العام والأخوان في الإدارة القانونية كمدير والأخو ورئيس فريق العمل المحامي نايف المطيري، وكل حقيقة الجهود تضافرت لكي يرى النور هذا المبنى اللي قاعد نشوفه، وهذا دعم من الإدارة القانونية على الجهود الجبارة اللي قاعد يقومون فيها. والكل يعلم في القضايا اللي كسبوها خلال فترة لا تتجاوز 10 شهور.